هنا سيدي عيش، يتسابق المهندس عبد العزيز وفريقه مع الأيام لإنهاء مشروع شبكة الطريق الرابط بين ميناء بجاية والطريق السيار شرق غرب. رانا قائمين على كل الإشغال القائمة في هذا المشروع بالمتابعة والمراقبة، ورانا نبذلوا كل المجهودات حتى نتم هذا المشروع في أفضل حالة ونقدموه في أقرب وقت للمواطنين. الطريق هذا اللي فتحوها مليح باش نحاول لكم برمو في سيدي عيش. الطريق هذا اللي توروت مليح للتجار باش يسالوهم الطريق يروحوا لتوروت ديريكت الجزائر البويرة وين يحب يروح. ومن المشاريع التي تسهل تنقلات المواطنين والبضائع تثنية وتصحيح مسار خط السكة الحديدية الرابط بين بني منصور وبجاية، مشروع استراتيجي بأبعاد اقتصادية وتنموية واعدة. يمتد المشروع على مسافة 87 كيلومتر ويقطع إقليم ولايتي بويرة وبجاية. الأهداف المرجوة من هذا المشروع تتمثل أساسا في رفع من سرعة القطارات من 70 كيلومتر في ساعة حاليا إلى 160 كيلومتر في ساعة، مع رفع من درجة الأمان مما يسمح بنقل حوالي 18,000 طن من البضائع يوميا و30 ألف مسافر يوميا. هذا المشروع له أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية، يخلي المسافة تنقص لأن المدة رايحة تنقص، يخلي المسافة المواطن كي ياخذ المستعمل من مدينة بجاية إلى بني منصور رايحة تقلص المدة السفر بثلاث أضعاف، وهذا مهم جدا. هي مشاريع هامة تنجز لتجسيد استراتيجية اقتصادية طموحة تعرفها البلاد مؤخراً.